مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من ترانز على شاشه القناه الاولى. كعادة كل الأسابيع اللي فاتت مفيش كلام غير عن القضية الفلسطينية وطبعا غزة، ولكن خلينا نشوف إيه هي الأخبار اللي تصدرت الترند على السوشيال ميديا ونبتدي زي ما عودناكم دايما بفقرة ترانز أوف ذا ويك. عبود مراسل آيس كوفي. الكوفية الفلسطينية في هولندا. ميكي وويجز يتصدران الترند. ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. عبود أو مراسل الآيس كوفي بقى واحد من أشهر الشخصيات على السوشيال ميديا خلال الحرب الحالية على قطاع غزة. عبود بطاح هو شاب فلسطيني عايش في قطاع غزة وعمره 17 سنة، وقدر أنه يشد الناس للفيديوهات اللي بيقدم فيها آخر تطورات الأوضاع بالقطاع بخفة طبعا دم وابتسامة وتأقلم غير طبيعي مع الأوضاع اللي بتحصل، لدرجة أننا بنشوفه في كتير من الفيديوهات وهو بيحكي عن آخر الأخبار ووراه مباشرة قصف عنيف، ومع كده بنشوفه بيضحك وبيتعامل مع اللي بيحصل بسخرية كبيرة جدا. المميز في فيديوهات عبود واللي بقى مشهور بجملة الدنيا مش آيس كوفي خالص، مش بس خفة دمه، لا ده كمان نقله الأوضاع بشكل وبصورة تحسسك أنك عايش في وسط غزة بكل التفاصيل. وخلال الأسبوع اللي فات اختفى عبود لمدة 6 أيام، وده اللي خلى الناس على السوشيال ميديا يدوروا عليه، وخصوصا مع ظهور إشاعة أنه اتوفى خلال القصف، وخصوصا كمان أنه ساكن بالقرب من مخيم جباليا واللي حصل فيها مجزرة من أيام. ولكن ظهر عبود من أيام بفيديو مبتسم فيه كعادته وقال أنه كان مختفي بسبب انقطاع الإنترنت، وعمل فيديو من داخل المستشفى الإندونيسي عشان يوري للناس حجم الكارثة هناك. عبود المبتسم دايما ختم الفيديو بجملة أثرت في كل الناس لما قال أن أغلب أصحابه وأهله ماتوا خلال الأيام الأخيرة وأنه مستني دوره في أي لحظة، لكن هو وعائلته رافضين أن هم يسيبوا بيتهم وأرضهم في شمال القطاع. زي ما انتم شايفين طبعا فيش رعاية صحية للمرضى، لأنهم يحطون كل واحد في غرفة رعاية صحية، فحطونهم كلهم في الموار لأنه فيش حتى أسرة أنهم يهتموا في المرضى زي بأي أيام العادية. فنحن بنرجو من العالم انه يتحرك لحل هذه المشكله قبل ما تصير كارثه كبيره. مصمم الازياء الهولندي عزيز البقاوي اتصدر الترند خلال الايام اللي فاتت، وده بعد ما اعاد الكشف عن مجموعه من الازياء اللي صممها واللي كان اسمها يوم الكوفيه، واللي زي ما احنا شايفين كده مكونه من عشرات القطع والتصميم بتاعها مستوحى من الكوفيه الفلسطينيه، واللي طبعا هي رمز لمقاومه وصمود الشعب الفلسطيني. عزيز البقاوي هو أصلاً من أصول مغربية، وكشف لأول مرة عن المجموعة دي في أسبوع الموضة بأمستردام في هولندا في بداية السنة، ولكنه عادها تاني من خلال واحد من معارض الأزياء في هولندا. الأسبوع ده اتنين من الفنانين المصريين اتصدروا الترند بسبب موقفهم من دعم القضية الفلسطينية وأهلنا طبعاً في غزة. الأول كان أحمد ميكي، واللي عمل فيديو قدر أنه يحقق أكتر من 1,000,000 مشاهدة في أيام قليلة، وميكي كان بيتكلم في الفيديو بتاعه بشكل تلقائي جداً عن القضية الفلسطينية وعن اللي بيحصل طبعاً لأهلنا في غزة، ولكن أكتر جزء وقف عنده الناس وابتدت أنها تقطع من الفيديو بتاعه وتشير بشكل كبير الجزء اللي قال فيه ربنا من رحمته بينا قبل أحداث فلسطين أظهر لنا تحذيرات كثيرة زي الزلازل والأوبئة، وكأنه بيقول لنا أننا داخلين على حاجة عظيمة واللي جاي لازم كل إنسان يحدد فيه موقفه ويرجع للطريق السليم اللي هو طريق ربنا. في نذر ربنا نزلها كتير، الأعمى يشوفها، زلازل، براكين، خسوفات، أوبئة. احنا عايشين في وقت نذر، الله سبحانه وتعالى من رحمته بينزل النذر قبل الأحداث العظام، واحنا داخلين على حاجات عظيمه واضحه جدا، والكلام ده مش كلامي انا، بفتي الكلام ده موجود في الدين. اللي جاي لازم الانسان يحدد فيه موقفه كانها فرصه لان الناس ترجع للطريق السليم. اما تاني فنان اتصدر الترند فكان ويجز، وده بعد المقابله اللي عملها مع واحده من القنوات التلفزيونيه وهو لابس الشال الفلسطيني، واتكلم بشكل بيدل على وعي وثقافه كبيره، وهاجم امريكا واسرائيل على كل اللي بيحصل في غزه، ولكن اكتر جزء الناس وقفوا عنده كان الجزء اللي قال فيه امريكا مش بلد حريه ولا ديمقراطيه ولا بتاع، هما بيعملوا خط ويحطوه للناس، والحريه في وجهه نظرهم اننا نمشي على الخط ده، ولما اطلع بره يبقى كده مش حريه.
ويجز، واللي عنده جولة فنية في عدد من الدول الأوروبية الفترة دي حريص على أنه يردد في كل حفلة الحرية لفلسطين. وبكده تكون خلصت فقرة Trends of the Week. ودلوقتي جه معادنا مع فقرة سكوب. أكيد كلنا متابعين الأحداث في قطاع غزة ومتابعين مشكلة قطع الإنترنت والاتصالات كل شوية بسبب استهداف المحطات الخاصة بهم، وشفنا عدد كبير جدا من اليوتيوبرز وكمان صناع المحتوى اللي بيتكلموا من داخل قطاع غزة طول الوقت بيختفوا ويرجعوا تاني ويأكدوا أن سبب اختفائهم كان قطع الإنترنت والاتصالات. وتابعنا برضو الأسبوع اللي فات الهاشتاج اللي تصدر الترند عالمياً وهو Starlink for Gaza لمطالبة إيلون ماسك صاحب شركات تسلا بأنه يقدم خدمة الإنترنت عن طريق الأقمار الصناعية لقطاع غزة عشان طبعاً يقدروا أن هم يتواصلوا مع العالم الخارجي. ولكن المشكلة أنه في ناس كتير على السوشيال ميديا قالوا أن ده ما ينفعش لأن في أجهزة لازم تكون موجودة في القطاع. وعشان نفهم القصة كلها ونعرف إيه الحلول المتاحة في الحالات اللي زي دي هيكون معنا دلوقتي مداخلة مع الأستاذ جون طلعت خبير تكنولوجيا المعلومات. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا حضرتك. الحمد لله. في البداية عايزين نعرف من حضرتك هل فعلا توصيل النت عن طريق الأقمار الصناعية لقطاع غزة موقفه إيه هو دلوقتي؟ هو كان في مطالبات من إيلون ماسك عشان شركة ستارلينك اللي هي بتقدم خدمة الأقمار الصناعية الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وبيطلبوه إن هو يوصل الخدمة زي ما عمل كده في أوكرانيا بالظبط، يعني ساعة حرب أوكرانيا وروسيا. الفكرة إن هو بعد كده هو وافق إن هو هيوصل الخدمات دي، بس هو الفكرة عشان توصلي الخدمة أنت محتاجة تولز ومحتاجة أجهزة علشان تبتدي تستقبلي، يعني زي الدش كده انت بتحتاجي طبق عشان وراوتر عشان يبتدي يستقبل الانترنت. فإيلون ماسك اعلن عن حرب تغريده ان هو هيوصل ده للمنظمات الدوليه المعترف بها رسميا، وهو اللي هيديهم الكلمه دي، بس يعني مش هيبقى لقطاع غزه كله، يعني زي مثلا الهلال الاحمر الفلسطيني في المنظمات المجتمع المدني اللي موجوده هناك الدوليه بس هي اللي هتاخد الخدمه دي من عن طريقه هو يعني. طيب لكن لو... مش هتبقى متاحه للقطاع كله يعني. هو ده اللي كنت هسال حضرتك عليه، يعني لو الاجهزه دي متوفره برضو مش هيكون عن لغزه كلها، بعض الاجزاء منها صح؟ مش بعض الاجزاء، بعض الاشخاص. بعض الاشخاص المنظمات يعني يعني اللي هو مقر مثلا منظمه مقر حاجه كده يعني، لكن مش هيبقى للاشخاص العاديين يعني. طيب احنا كمان شفنا بعض الشركات المصرية بتقول انها هتحاول انها توفر الانترنت في قطاع غزة، هل ده ممكن يحصل برضو ولا لا؟ لا، هو كله كلام سوشيال ميديا، ما فيش شركة مصرية اعلنت انها تقدر تعمل ده، لان ده صعب جدا تنفيذه على ارض الواقع، يعني من ناحية تكنيكال ومن ناحية قانونية. من ناحية تكنيكال انا النهاردة ما اقدرش اروح احط شبكات، يعني هروح اودي موبايل ستيشن احطها على الحدود رفح ما بيننا وما بين غزه، انا عمر الشبكات دي ما هتكفر الناس اللي جوه، وحتى لو كفرتهم طب انا محتاج ان انا اديهم خطوط صح؟ طبعا عشان يتكلموا، طب انا هديهم خطوطي ازاي بقى؟ يعني سواء اي بقى حد من الاربع اوبريتور هوصل الخطوط ليهم ازاي عشان يتكلموا على الشبكه ازاي؟ لو انا نجحت ان انا ادخل الشبكه تبقى جوه يعني مغطي الشبكه جوه، فاهمه؟ ايوه. فعشان كده فكره اللي بيقولوه ده كلام سوشيال ميديا مش هيتم، يعني صعب جدا. طيب هل اصلاح الشبكات عامه بياخد وقت طويل؟ يعني متوقع انه ممكن خدمات الاتصالات والانترنت ممكن ترجع لهم بعد وقت قد ايه تقريبا؟ مش خلينا نتكلم على قطاع الاتصالات في غزه، هو بيمثل بشركتين اوبريتور موجوده، واحده جوال واحده برينو حاجه كده، دول الشركات اللي موجوده وهي اصلا من الشركات بكفاءه عاليه، يعني مش شغاله 4G اخرها شغاله الجيل الثالث، وبالتالي تغريد تصليح الشبكات حسب الاضرار اللي يعني اللي فيها، يعني حسب الضرر. ضمن اسرائيل بتعمل ان هي بتضرب الكابلات الفايبر، بتعتمد على ضرب كابلات الفايبر الموصله للشبكات. فتصليحها بياخد وقت طبعا، بس سهل يعني الموضوع مش صعب ان يتصلح، بس يسمحوا ان ده يتصلح. بالظبط. هو تحت الحصار يعني تحت الضرب، فاللي هو انت هتروحي تصلحي ازاي والحاجه بتتضرب فيك. طيب في حاله استهداف الشبكات اكتر من مره زي ما بيحصل طبعا حاليا، هل ده يخلي عودتها للعمل صعبه اكتر؟ طب انت بتضربي البنيه التحتيه كامله للاتصالات،
فبالتالي انت كل ما بتضربي جزء فانا بحاول اروت الشبكه على مكان تاني، فبتلاقي ان المكان التاني ده اتضرب فبروتها على مكان تاني، بس مش هعرف اروت يعني مش هعرف اغير مسارها تاني يعني. طيب هل استخدام خطوط الموبايلات المصرية ممكن يكون حل مناسب ولا مش هيساعدهم؟ مش مكفر انا هناك عشان اعرف اغير الخطوط هناك يعني، انا عمري ما هعرف سفر، ده اللي انا بحكيه لحضرتك، انا النهارده ما اقدرش اسافر القطاع نفسه، انا الشبكه ترددها ومجالها اللي اقدر اغطي بيه بغطي حدود 2 3 كيلو، فانا النهارده لو حطيتها على الحدود وغطيت فانا هغطي ال 2 3 كيلو اللي عندي يعني اللي عندي بيني وما بين قطاع غزه بالظبط فاهمه، ايوه لكن مش هقدر ادخل لغايه قطاع غزه، مش هعرف اوصل لغايه قطاع غزه، فبالتالي صعب قوي يعني، حتى لو خطوط مصريه هناك مش هتشتغل الا لو هو جه عند الحدود. انا عارفه ان ممكن تكون الاسئله بتاعتي بالنسبه لك لا بدائيه انا شويه، فاهم، لا لكن لا لا هو ده طب اللي العكس بيتقال على السوشيال ميديا، بيتقال انا فاهم طبعا، وهو لا ده لا اللي انا في كل بيت بنسأل عنه. لا انا فاهم ده طبعا، لا ده طبعا براحتي خالص، انا عارف ان كل ده بيتقال والناس كتير بتسأل وكلنا نفسنا نساعد يعني، طبعا. فبنحاول نوجد حلول تساعد يعني. المهندس جون طلعت خبير تكنولوجيا المعلومات، بشكر حضرتك جدا على المداخله معانا. ودلوقتي يلا نروح نشوف مع بعض فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا، استنونا. وده ميعادنا مع فقرة السوشيال لاب، والنجم اللي هنحلل السوشيال ميديا بتاعته النهارده هو الفنان أحمد مكي، اللي الفترة اللي فاتت اتصدر الترند على السوشيال ميديا بسبب تعليقه على أحداث غزة. نشر مكي فيديو بعنوان أكلت يوم أكل الثورة الأبيض. في قصة أنا فاكرها كويس جدا كانت مأثرة في نفسيتي من وأنا طفل صغير. كان اسمها أكلت يوم أكل الثور الأبيض. القصة دي بتحكي الواقع بالملي مرعبة، هو الواقع بتاعنا، أسد وثلاث رقاق، واحد أبيض واحد أسود واحد أحمر بني يعني، حب ياكلهم ومش عارف يعني اتحادهم فيه قوة، راح للبني والأسود قال لهم الأبيض ملفت بيلفت نظر الأعداء ليكم وبيتكلم عنكم وحش، سيبوهولي أكله ويبقى لكم المرعى مفتوح رزقكم يزيد وانا اكل مستفيد. عملوا صفقه معاه وسابوه له، كانوا فعلا. وراح للبني قال له احنا لوننا زي بعض، الاسود مختلف، سيبوه لي وكذا وكذا، عمل نفس الموقف. لحد ما جه يوم الاخير وجاع وراح للبني. البني لحظتها فهم، قال اكلته يوم اكل الثور الابيض. انا عايز اقول لكم على حاجه، ان هم الاحبار عندهم اللي مذاكرين التوراة كويس قوي عارفين جدا ان الحركه اللي بيعملوها الصهاينه دلوقتي دي بدايه الزوال، ده وعد، وعد الله حق وعمره ما يخلف ميعاده ابدا. تعالوا نبدا من الانستجرام لانه متفاعل بشكل كبير عليه. بيتابع احمد مكي 7,500,000 متابع وهو بيتابع 63 اكونت بس، ونشر لحد دلوقتي حوالي 108 صوره وفيديو. تعالوا نعرف الصور دي تفاصيلها ايه. زي أي فنان الأكان كله كواليس ومشاهد من مسلسلاته وأفلامه. المعروف أن أحمد مكي بيعشق تربية الحيوانات الأليفة وعنده خلفية كبيرة جداً عن كل الحيوانات وعن إزاي بيتعامل معهم، خصوصاً الكلاب والعصافير وحرصه على تربيتها وجمع الفصائل النادرة منها. ومن وقت للتاني مكي بيحب يشارك جمهوره بصور وفيديوز مختلفة، وهو بيعتني طبعاً بالطيور بتاعته، وعلى طول الفيديوز دي بتكون ترند على السوشيال ميديا، عشان كده لقيناه انه ناشر اكتر من 20 فيديو وصوره. تعالوا نشوف. أما الفيديو اللي جاي بيظهر فيه غراب هو مربي واسم فصيلته الغراب النوحي، حقق 1,100,000 مشاهدة وكتب عليه حب غير مشروط.
ومن الانستجرام نروح لليوتيوب. ميكي عنده قناة اسمها ميكي انترتينمنت، بيتابعوا فيها 747 ألف متابع، ونشر لحد دلوقتي حوالي 165 فيديو. أما الفيسبوك فبيتابعوا 7 مليون و300 ألف متابع. وبكده نكون خلصنا فقرة السوشيال لاب. الأحداث اللي احنا بنشوفها الأيام دي غيرت كتير قوي في أسلوب وأفكار ناس كتير مننا، ويمكن أكتر حاجة اتغيرت في معظمنا ولقينا ناس كتير قوي على السوشيال ميديا بتتكلم عنها هو الوعي. وشفنا كلنا إزاي وعي الناس بالقضية الفلسطينية وكتير من الأمور السياسية والتاريخية اللي ابتدى يزيد وبيكبر، وبدأت الناس تدور على كتب ومعلومات من مصادر كتير عشان يفهموا أكتر. وزي ما قلت لكم في الحلقات اللي فاتت، السوشيال ميديا لعبت دور مهم وقوي جدا في تصحيح الصورة وتوضيح الأحداث سواء للعرب أو الأجانب. عشان كده احنا معانا النهاردة ضيفة مميزة جدا لأنها بتقدم محتوى يمكن مش كتير من الناس بتقدمه على السوشيال ميديا. منورنا النهاردة الكاتبة وصانعة المحتوى إيمان يحيى. ازيك يا إيمان؟ ازي حضرتك، نورتيني النهاردة في الاستوديو. شكرا. إيمان، أنا في البداية عايزة أعرف، أنت حاسة أن وعي الناس مؤخراً زاد جداً بالقضية الفلسطينية؟ أكيد، لأن السوشيال ميديا لعبت دور كبير جداً في أن هي تعرف الناس بالقضية. صناع المحتوى عملوا مجهود كبير، يمكن يكون السبب أنه اللي حصل يوم 7 أكتوبر هو ما حصلش قبل كده. يعني دايماً حركة المقاومة ما بتقدرش أن هي توجه ضربة بالقوة دي للعدو، فلما ده حصل وبدأ الكلام يكتر وبدأت الناس تفرح، كمان كان في رد فعل طبعا مضاد، فبدأت الناس تتفاعل مع الموضوع وكل الأصوات تقريبا سكتت قدام القضية طبعا. فهنا الناس حتى اللي ما كانوش مهتمين أصبحوا مجبرين إن هم يعرفوا أكتر علشان يقدروا يفهموا إيه اللي بيحصل ويتوقعوا إيه اللي ممكن يحصل بعد كده. طيب إيمان، أنت حاسة أن الوعي اللي موجود دلوقتي بقى مقتصر فقط عن أو على القضية الفلسطينية واللي بيحصل حاليا، ولا بقى في وعي عام في جميع المواضيع وجميع الحاجات اللي بتحصل في الدنيا؟ أنا كنت دايما بقول أن أنا شايفة أن الطوفان الأقصى هو جه غير كل حاجة. هو مش بس غير في الصراع أو في القضية الفلسطينية، هو غير وعي الناس في كل حاجة عموما. نظرتنا تجاه حاجات كتير اتغيرت. يعني انا كنت دايما شايفه انه احنا لسه ما عملناش حاجه رغم كل الجهود اللي بتحصل ورغم كل الاحداث اللي بتحصل، فانا شايفه ان هو ربنا سبحانه وتعالى بيورينا التولز اللي معانا ايه. انت عندك، لو انت عندك لغه تعرف تستخدمها، لو انت بتعرف تتكلم وبتعرف توصل صوتك تعرف تستخدمه، لو انت في ايدك ان انت تقاطع، لو في ايدك ان انت توعي الناس بالقضيه سواء في مصر او بره مصر، هو بيوريك التولز اللي معاك ايه. لو انت مش قادر تفهم قيمة الحاجات اللي معاك وشايف ان هي قليلة، فهي مش قليلة على الاطلاق. فهو غير في وعي الناس تجاه اهمية ما يمتلكوه من سنين وهم مش حاسين باهمية الحاجات دي. فاللي حصل مؤخرا انه اي حد اتكلم اتسمع، اي حد قال حاجة اتشافت، فبدأ الوعي بره كمان يتغير، مش بس هنا في مصر، مش بس في الوطن العربي. فدلوقتي المفروض ان احنا اصلا نفكر ماذا بعد. هو ده كله كان من ترتيب ربنا سبحانه وتعالى طبعاً. وكل دي احداث حصلت بناء على احداث قبلها وهكذا، بس في وقت من الاوقات هنحتاج ان احنا نستغل الوعي ده، ان ده يكون اسلوب حياتنا صح. ان انا ابدا اركز على اتعلم ازاي اتناقش، ازاي ارد. ده اللي حصل في مقابلات كتير، مثلا مقابلات رحمه زين، باسم يوسف وخلافه، ازاي ان انا اتعلم لغات استخدمها في اني اوصل صوتي، ازاي ان انا سلاح الاقتصاد ده من اقوى الاسلحه ومن اهم الاسلحه. الحرب الاعلاميه عند اسرائيل هي في المقام الاول صح. يعني هي قبل الحرب ان انا انزل واواجهها على ارض الواقع بتشتغل عليها من 150 سنه، مش بس ال 75 سنه، 150 سنه اليهود بيسيطروا على الاعلام. في أكتر من 800 قناة في العالم، في 50 دولة، في 3 قارات بيقعوا تحت سيطرة الإمبراطوريات بتاعتهم، بيسيطروا حتى على السينما. يعني في كتاب اسمه تاريخ هوليوود وإسرائيل، بيأكد أن السينما في هوليوود بتخضع بشكل كامل لخدمة الكيان ولخدمة إسرائيل مزبوط. فأنا محتاج أفهم أهمية كل ده وأن أنا أسخر كل ده
لخدمتي انا كمان. احنا عندنا وزاره الخارجيه الاسرائيليه عندها جهاز اسمه الهازبرا، وعندها حاجه اسمها حاضنه المؤثرين تدفع فيها ملايين لصناع المحتوى على السوشيال ميديا عندها علشان ان هم يحسنوا صوره اسرائيل ويبيعوا للعالم طبعا فكره الكيان، وان احنا كمان من حقنا ارض، وان احنا كمان من حقنا وطن. فاحنا بدانا نفوق يعني متاخر شويه، بس المهم ان احنا فوقنا، ان احنا دخلنا في حته هي مسيطرة عليها لسنين طويلة. دي أول مرة يكون لينا صوت مسموع، فطبعا الوعي اختلف حاجات كتير جدا جدا، مش تجاه القضية بس. طب إيمانة، أنت ابتديتي المحتوى بتاعك على السوشيال ميديا إمتى؟ ابتديته إمتى؟ في 2022، بداية 2022، يعني تقريبا سنة تقريبا سنتين، داخلين على سنتين. طيب وليه قررتي إن المحتوى بتاعك يكون عن الكتب والقراءة؟ لان انا دايما بشوف انه كل حاجه في الحياه اقدر ان انا افهمها واتعامل معاها لو انا كنت مثقف كفايه. الثقافه الكفايه هي مش هتيجي غير من الكتب. في ثقافه المقالات، وفي دلوقتي بنسمع حاجات على اليوتيوب، ممكن حد يتفرج على ايمان شويه، بس في الاول وفي الاخر الكتب دايما مختلفه ودايما ملمه بحاجات كتير، واقدر اقرا اكتر من وجهه نظر، واقدر اعرف عن موضوعات بالتفصيل. فلا، الكتب مهمة. يعني الراحل محمود درويش كان ليه مقولة بيقول فيها من يملك الرواية يملك الأرض. فأنا لو أنا مثقف كفاية، ولو أنا كمان قادر أن أنا مش بس أقرأ، يعني لو أنا كمان شعب أو بلد بتقدر أنها تنتج يعني حاجات ثقافية أو كتب أو كده، فلا يعني الموضوع بيختلف. فالثقافة مهمة والكتب طبعا مهمة جدا. انت دراستك ليها علاقة بأي حاجة ليها بالكتب أو الثقافة؟ والله أنا درست إعلام ودرست كتابة سيناريو سينمائي، وبشتغل حاليا سكريبت رايتر، فلو اعتبرنا أن السوشيال ميديا إعلام بديل فأه ليها علاقة. طيب انت شايفة أن التفاعل على السوشيال ميديا في الصفحة بتاعتك زاد مع القضية الفلسطينية؟ هو التفاعل كده كده كان موجود، ولكن هو اختلف، يعني شكل التفاعل ده اختلف. احنا في الاول كنت برشح كتب واتكلم مع الناس عن كتب، فبيطلبوا مني ان انا ارشح لهم حاجات وهكذا، ولكن دلوقتي الموضوع بقى اشبه بالنقاش، وبقينا بنتكلم عن القضية وفلسطين، والنقاش شوية بقى سياسي وتاريخي، فشكل التفاعل نفسه اختلف. وطبعا في تفاعل يعني زيادة شوية بسبب انه ده الحدث دلوقتي الاهم في العالم يعني. طيب إيمان، أنت إزاي شايفة الدور اللي المفروض يقوم به صناع المحتوى أو السوشيال ميديا عامة في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي؟ هو أنا شايفة أنه في الفترة اللي احنا فيها وعلى المدى البعيد، حاليا أنا شايفة أنه لا مجال للحديث في أي حاجة برا القضية بصراحة. يعني أنا حتى المحتوى بتاعي رغم أنه هو كتب، ولكن أنا شايفة أنه يعني القضية الفلسطينية هي الأولوية الأولى دلوقتي أن احنا نتكلم فيها أو نتكلم عنها. على المدى البعيد انا شايفه انه حتى لو انت كنت بتعمل محتوى تاني، حتى لو المحتوى بتاعك مختلف تماما عن التاريخ وعن السياسه وعن القضايا، فده برضو ما يمنعش ان انا من فتره للتانيه لازم اوعي ولازم اتكلم ولازم افكر الناس باللي بيحصل. لانه طبعا محدش هينسى، بس احيانا الحياه بتشغلنا. فانا شايفه ان صناع السوشيال ميديا يستخدموا التول دي بكل الطرق الممكنه زي ما بيحصل دلوقتي، ولكن مش بعد فتره الموضوع يقل. لا، يعني انا شايفه ان هو لازم نفضل مستمرين حتى لو هنرجع لحياتنا الطبيعيه، بس نفضل بنوعي من فتره للتانيه بالقضيه باخر الاحداث، لان هي احداث القضيه الفلسطينيه اصلا ما بتهداش. هي الفكره كلها في انه اول مره يحصل الضجه دي بسبب يعني ان الاحداث كانت غير متوقعه وكانت بزيادة شوية عن كل مرة، ولكن هي فلسطين دايما فيها أحداث، دايما فيها مشاكل، دايما في قرارات غريبة بتتاخد. فاحنا محتاجين ان احنا بس نفضل متابعين اللي بيحصل وننقله للناس. طب انت بتقري طبعا كتب كثيرة جدا، بتقري تقريبا كم كتاب في السنة؟ والله هو الموضوع ده هيكون صادم شوية للناس، لان انا مش من الناس اللي بتحط لنفسها التارجت ان انا لازم اخلص في السنة كذا، او لازم النهاردة اقرأ كام صفحة. ودايما كنت بتكلم مع ناس في انه ده بيصعب القراءة اكتر ما بيسهلها. يعني انا بحب شوية القراءة الانتقائية، ان انا اقرأ في كتاب معين عشان عايزة اقرأ موضوع معين عن طريق الفهرس او كده، الا لو كان الكتاب محتاج ان انا اقرأه كله يعني. ففي السنة ممكن اوقات اقرأ بس 20 كتاب، ممكن اوقات اعدي 30 و40 كتاب. فانا مش حاطه يعني عدد معين بقراه في السنه، يعني من 20 ل 40.
تفتكري ان البوك تيوبرز خلوا الناس يحبوا اكتر القرايه وان هم يستعينوا بكتاب ويقعدوا ويقروا ولا؟ شايفه ان هم عملوا كده جدا جدا. جزء منهم ساعد الناس ان هم يعرفوا عن الكتب من خلال التلخيصات مش من خلال ان الناس تقرا بنفسها، وجزء ساعد الناس ان هم يقراوا الكتب بنفسهم، لانه شويه القراء زمان كانوا فاكرين انه ما فيش غيرنا او ان احنا نادرين في العصر الحالي يعني. فلما بدا البوك تيوبرز يطلعوا عرفوا ان لا في شباب بتقرا، وفي يعني في الجيل الجديد برضو بيقرا وبنحب القراءه، وبداوا يعرفوا الشباب على الكتب، فهم ساعدوا جدا في انتشارها. يعني في قنوات يوتيوب عليها ملايين يعني من القراء. طب بما ان احنا في ناس كتير قوي بيقعدوا يسالوا احنا عايزين نعرف ايه هو تاريخ القضيه الفلسطينيه بالتفصيل، وناس تانية بتبقى عارفه بس عايزين ولادهم، في كتب تقدري ترشحيها للكبار وللاطفال ان هم يقروا اكتر ويعرفوا اكتر عن الموضوع؟ لو حد عايز يعرف عن القضيه بشكل عام، في كتاب اسمه القضيه الفلسطينيه خلفياتها التاريخيه وتطوراتها المعاصره. ده كتاب للكاتب محمد محسن صالح. ده بيحكي فيه عن فلسطين من بدايتها خالص، من قبل حتى العصور الإسلامية، مرورا بالعهد الإسلامي، مرورا بالاحتلال البريطاني، نشأة الفكر الصهيوني، وبعد كده قيام الكيان المحتل. وطبعا بيحكي برضو عن المقاومة ودور منظمات التحرير الفلسطينية ودور المنظمات الإسلامية كمان. فالكتاب ده هيكون مبسط جدا وبيحكي الموضوع بالتفصيل. لو حد عايز يعرف عن المذابح والمجازر اللي حصلت لوحدها، في كتاب اسمه كي لا ننسى. ده بيحكي عن يعني المشاكل اللي حصلت في 1947 و1948 والقرى اللي تم إبادتها وأسماء الشهداء. في برضو لو حد عايز يقرأ حاجة مفصلة أكتر عن ده، في كتاب اسمه التطهير العرقي في فلسطين. ده واحد من أجرأ وأقوى الكتب اللي اتعملت، لأن هو مستند على وثائق وعلى الأرشيف الصهيوني والأرشيف العسكري، وكمان على شهادات الناس اللي نجت من المجازر دي. وفي برضو في كتب كتير لو حد عايز يعرف الفكر الصهيوني أكتر، في كتب دكتور عبد الوهاب المسيري تاريخ الفكر الصهيوني، وفي كتاب اسمه نهاية التاريخ، وفي كتاب اسمه فلسطيني بلا هوية. ده كان من الكتب اللي تسببت في قفل المكتبة الشعبية في نابلس، لان هو برضو كان بيعتمد على وثائق وكان بيتكلم عن حركة المقاومة والعجز اللي عندها او الاخفاقات بتاعتها. فوقتها طبعا الاحتلال كان شايف انه كتاب زي ده ما ينفعش يكون موجود وقفل المكتبة كلها. ففي كتب كتير جدا. طب بالنسبة للمراهقين والاطفال تقدري تنصحينا بكتاب ليهم؟ انا مش عارفه كتب تحديدا للمراهقين يعني للاطفال، يعني الكتب اللي انا قلتها تنفع للمراهقين، خصوصا الكتاب الاول القضيه الفلسطينيه خلفياتها التاريخيه وتطوراتها المعاصره، ده ينفع جدا للمراهقين عادي لانه بسيط جدا. ولكن انا شايفه ان الاطفال تحديدا هنا بيكون الدور على يعني الام او الاب في البيت ان هم يوصلوا لهم القضيه، يعني فكره ان هم يقراوا كتاب عن القضيه مش قادره يعني احدد اذا كان هيكون في كتب مناسبه لسنهم او لا. طيب انت طبعا الاكونت بتاعك اتقفل واتعمل له بلوك مش كده برضو؟ لا يعني مره واحده بس رجع تاني. تمام. طب بيحصل ايه بالظبط يعني لكل طبعا صناع المحتوى اللي بيبقوا عايزين يطلعوا حاجات معينه عن القضيه واللي بيحصل في غزه عامه، تنصحيهم بايه؟ يعني في ناس مثلا بتقول لك لا انا خلاص الاكونت بتاعي اتقفل وكل ما هعمله هيتقفل تاني، فمثلا بيفقدوا الامل ان هم يفضلوا مكملين. انت ايه اللي حصل معاكي بالظبط لما حصل لك بلوك؟ طيب هو انا عندي هو الاكونت ما اتمسحش، واوقات هم بيمسحوا الاكونت تماما. هي الفكره ان هو جالي اكتر من تحذير. وبعدين في فتره ما قدرتش ان انا انشر اي حاجه لان اي فيديو تاني خلاص الاكونت هيتمسح. ولكن الحاجه اللي انا عملتها مؤخرا وكانت يعني كويسه جدا، حتى ما بقتش بضطر ان انا اشفر الكلام، فمش عارفه هم سايبيني ليه صراحه. بس انا الهاشتاجز هي اول حاجه بيركز عليها الاي اي او الالجوريزم بتاعت التيك توك او اي حاجه ثانيه، تيك توك تحديدا. فهو بيترجم اللي انت بتتكلمي فيه اول حاجه من الهاشتاجز قبل ما يسمع انت بتقولي ايه. بالظبط كده احنا لما بنبوست اي فيديو بيجي لي ان هو اندر ريفيو قبل ما يوافقوا ان هو ينزل.
فهم لما بيعتمدوا على الهاشتاج انا بغير الهاشتاجز كلها. فانا معظم الفيديوز اللي عندي على القضيه الفلسطينيه مفيش ولا هاشتاج بيقول ان انا بتكلم عن الموضوع خالص. ممكن تلاقي مثلا مكتوب فوق فيلم كذا يعني الموضوع ملوش علاقه، لكن انا بتكلم في القضيه وبتكلم براحتي وما بيحصلش مشاكل. في ناس بتخاف ان هي ترجع تتكلم تاني، ولكن احنا ممكن نعمل حاجات لطيفه. يعني في عبير الصغير لما عملت اكاونت بديل بتتكلم عليه بس عن القضيه الفلسطينيه، والاكاونت الرئيسي بتاعها طبعا هي عندها تقريبا فوق ال 10 مليون فولورز، فهي مش هتضحي بكل دول طبعا. فهي بتشتغل على اكاونت على القضيه، والاكاونت التاني زي ما هو ما بقتش بتنزل عليه حاجه. فاحنا ممكن نستخدم ده كبديل، بس يعني المهم ان احنا ما نملش او ما نسكتش يعني. إيمان مش عارفة أشكرك إزاي على وجودك معايا النهاردة وعلى كل الكلام والنصايح اللي اديتيها لنا النهاردة، وميرسي جدا على أن أنت كنتي معايا. العفو، ميرسي ليكي جدا. وبكده تكون خلصت حلقتنا، نشوفكم الأسبوع الجاي في نفس الميعاد إن شاء الله.